صباح الخير لك نادمين، صباح الخير لك سلمى، صباح الصلوات التي ترفع اليوم في أحد الشعانين المبارك، حيث تحتفل الطوائف المسيحية للروم الكاثوليك الملكيين بعيد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، واستقبلوه بأغصان الزيتون وسعف الزيتون، وهي إشارة للنصر، مبارك النصر القادم إلى سوريا، ومبارك نصر الغوطة اللي عم نحيي ذكرى مثل هاليوم. أكيد نحن متواجدين بكنيسة الزيتون لنقل أجواء احتفال عياد عيد الشعانين، هذا العيد المبارك. أكيد معنا الأب هون، يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. اهلا فيكم، صباح الخير كل عام. اكيد بنستذكر دخول الرب يسوع المسيح الى اورشليم، دخول فرح وسلام، وبنفس الوقت بهاليوم بنحمل اغصان الزيتون وسعف النخل، بنحمل شموع مضاءه، هو علامه سلام وفرح، وربنا يسوع المسيح هو اجى لحتى يكون عم يزرع السلام والفرح بقلب مجتمعنا وواقعنا وبيئتنا. لذلك بهاليوم نعم نعيد فيه لعيد الشعانين هون بكاتدرائية سيدة النياح حارة الزيتون. أكيد منصلي ومنرفع صلاتنا ودعائنا اليوم لحد لبلدنا الحبيب سوريا، لحتى يكون السلام حاضر وعم يعم فيه دائما، وبنفس الوقت منكون عم نحمل علامة السلام اليوم لحتى هالعلامة تكون عم تنتشر بكل واقعنا وبيئتنا وبكل المنطقة اللي نحن موجودين فيها وبكل سوريا الحبيبة. أهلا وسهلا فيكم وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله بلدنا الحبيب دائما بسلام وفرح. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. أبونا عواد سوريا لنصر سوريا لسلام سوريا. أيضا كمان رح ناخذ من بعض الموجودين شعانين مباركة. شعانين مباركة، كل سنة وأنتم سالمين. كيف اليوم هيك الأجواء؟ نحن كل سنة بنحتفل رغم كل شيء مر فينا، ولكن الاحتفالات مستمرة لأنه سوريا قوية، سوريا منتصرة. أكيد كلمة شعانين تعني بالعبرانية يا رب خلص، واليوم هي ذكرى الشعانين، يعني دخول المسيح إلى الهيكل إلى أورشليم. مثل ما هالذكرى اليوم هي ذكرى سنوية لتحرير الغوطة الشرقية، فاليوم هي كمان ربط للنصر. أكيد يعني أغصان الزيتون وسعف الزيتون ترفع إشارة إلى النصر، دائما سوريا منتصرة بإرادة شعبها بقلوب المؤمنين التي ترفع الصلوات اليوم دعاء لسوريا مهما مر علي سوريا، وأطفال نساء من جميع الشرائح أيضا قلوبهم إلى السماء للدعاء لسوريا. بدنا نذكر أنه اليوم هم تحرير أيضا مرتبط بهذا العيد المبارك، هذا العيد هو اليوم السابع من الصوم الكبير للطائفة المسيحية للروم الكاثوليك الملكيين. كل عام وأنت بألف خير. وانتي بألف خير. شعانين مباركة. مباركة علينا وعليك وعلى وطننا وعلى رئيسنا وجيشنا يا رب. كل عام وانتي بخير. بخير، تنحد عليكم لمية سنة. صلواتك اليوم لمين ودعائك؟ للجميع. للجيش والرئيس. للجيش بالأول ولرئيسنا وللجميع. شكرا كثير لإلك شعانين مباركة. مباركة. مثل ما هلا رح ترتفع الصلاة للدعاء لنصر سوريا، النصر الكبير القادم. شكرا شكرا سالي، وشعنينة مباركة عن جديد، كنتي معنا من كاتدرائية سيدة النياح.